جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة والإبداع، برنامج موهبة الصيفي المحلي بجامعة الملك فهد. تعد المملكة العربية السعودية سباقة في مجال رعاية الموهوبين، وها نحن اليوم نشهد النسخة 12 من هذا البرنامج المعطاء. أهداف البرنامج: إثراء الطلاب أفقياً في بعض مجالات العلوم والهندسة، التعرف على مهارات وأساليب التفكير المتعددة وممارستها بشكل علمي وعملي، خوض تجربة البحث العلمي في مناخ أكاديمي محفز على التفكير الإبداعي، تدريب الطالب على كيفية العمل الجماعي ضمن فرق العمل، بناء الوسائل الذاتية لاكتشاف قدرات الطلاب المشاركين وتنمية مواهبهم، اكتساب الطالب مجموعة من المهارات الاجتماعية والأكاديمية، الهيئة الإشرافية والهيئة المساندة. يشرف على البرنامج نخبة من الكفاءات العلمية المميزة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويساند الهيئة الإشرافية مجموعة من طلاب الجامعة، حيث يقدمون الدعم للمشرفين الأكاديميين في القيام بتنفيذ أنشطة البرنامج. الوحدات الإثرائية: تعتبر الوحدات الإثرائية العنصر الأهم في البرنامج، وقد صممت لتركز على مواضيع محددة، وهي تطبيقات الفيزياء من حولنا، أساسيات في الحاسبات والإلكترونيات، الأنظمة المدمجة وتطبيقاتها مايكرو كنترول، الدوائر الرقمية وتحديد الهوية باستخدام موجات الراديو RFID. الحمد لله هنا في برنامج إثراء قدرت ألاقي المكان اللي تبنى مواهبي. من يوم أنا صغير كنت أحب أفكك الألعاب الصغيرة وأسوي من أشياء جديدة، والحين تعلمت كيف أقدر أستغل المواهب والقدرات هذه عشان أخدم المجتمع. قام المشرفون الأكاديميون بإعطاء الطلاب نبذة مبسطة عن كل وحدة إثرائية تعرفوا من خلالها على المحتوى العلمي والأهداف المرجو تحقيقها، مما سهل على الطالب اختيار الوحدة التي توافق ميوله ورغباته. قضى الطلاب ما يزيد عن 30 ساعة في معامل الجامعة. قضيت أنا والشباب 30 ساعة وتزيد في معامل محضرة ومجهزة بأعلى التقنيات اللي وصلتها المملكة في عصرنا الحاضر. تعلمنا الكثير جدا من المبادئ والمفاهيم والنظريات اللي ما كنا ندري عنها شيء، وطبقنا على كل فكرة أخذناها عدة تطبيقات، وهذا الشيء نمى وغذى عقولنا بشكل ما حد يقدر يتصوره. الأنشطة العلمية: تقوم فكرة الأنشطة العلمية على تبسيط المفاهيم العلمية المعقدة وطرحها بشكل جذاب. كنت أظن في الماضي أني ما أقدر أشتغل تحت ضغط الوقت، ولكن بعد ما دخلت برنامج إثراء اكتشفت أنه بتنظيم الوقت وترتيب الأولويات أقدر أنجز مهامي تحت ضغط الوقت. في هذه الأنشطة قام المشرفون الأكاديميون بشرح النظريات لبعض الأفكار العلمية، ليقوم الطلاب بمحاكاتها وتحويلها إلى تطبيق عملي على أرض الواقع. والأنشطة التي تم طرحها في البرنامج هي كالتالي: تعليق قلم رصاص في الهواء، مبدأ انعدام الجاذبية، توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الرياح، إطلاق البيض في الهواء وسقوطه على الأرض دون أن ينكسر، تصميم طائرة خشبية، وإطلاق الصاروخ المائي. أضاف إلى كيفية عمل المحركات، وهذا كان ممتاز لأني عرفت كل شيء كهربائي كيف يتحرك من حولي. المشاريع: يهدف برنامج المشاريع إلى اختبار قدرات الطلاب على تنفيذ مشاريع مختلفة من خلال توظيفهم لمجموعة المهارات والمفاهيم العلمية والمعارف التي تعلموها خلال الوحدات الإثرائية. لما تسوي مشاريع تحت ضغط كبير وفي وقت قياسي وتتبادل الخبرات مع ناس معاك في المجموعة من وحدات إثرائية مختلفة وتقيم على ذلك مشاريع، هذا يعتبر بحد ذاته إنجاز وأكبر حاجة تكتسبها في هذا البرنامج. طبعا قبل البرنامج كان عندي أفكار كثيرة أحاول أحولها إلى مشاريع، لكن الآن وبعد البرنامج عرفت كيف الطريقة الصحيحة لتحويلها إلى مشاريع، وإن شاء الله تكون على أرض الواقع عما قريب.
من أهم الأشياء اللي استفدتها من المشاريع أن طورنا قيمة العمل الجماعي. كنا نشتغل مع بعض بروح الفريق الواحد، ولما اجتمعنا عشان نحط أفكار المشاريع حاولنا نجيب حلول لمشكلة موجودة في واقعنا أو نطور أفكار موجودة مسبقا. البرنامج المهاري. يهدف البرنامج المهاري إلى إكساب الطالب مجموعة من المهارات الشخصية المهمة كمهارة التواصل مع الآخرين، العصف الذهني، ومعرفة أنماط التفكير. تعلمت في هذا البرنامج الكثير من المهارات اللي تساعدني في تطوير شخصيتي، زي مهارات التواصل مع الآخرين ومهارات العرض والإلقاء وأنماط التفكير اللي ساعدتني في فهم شخصيتي أكثر. الزيارات والرحلات. يهدف هذا البرنامج إلى تعريف المشاركين في البرنامج ببعض معالم المنطقة الشرقية من خلال تنفيذ بعض الرحلات والزيارات العلمية والتي تساهم في إطلاع الطالب على المستجدات، مما يوسع آفاقاً معرفية لديهم تساعدهم على اكتشاف ميولهم الشخصية وتحدد خياراتهم المستقبلية. الزيارات والرحلات كانت من أمتع البرامج في الملتقى. زرنا شركة شيفرون وشفنا كيف مراحل التصنيع من مواد أولية وكيف تنتهي بمنتج نهائي. تعرفنا على بيئة العمل في الشركة وإن شاء الله تفيدنا بالمستقبل. البرنامج الترفيهي والاجتماعي. يقام البرنامج الترفيهي والاجتماعي بشكل أساسي لكسر الحواجز النفسية وتعزيز العلاقات الأخوية بين المشاركين، مما يساهم في انخراطهم بشكل سلس في أنشطة البرامج المختلفة وخاصة العلمية منها. كما يهدف البرنامج أيضا للكشف عن المواهب الكامنة لدى الطلاب المشاركين وتنميتها. البرامج الاجتماعية من أكثر الأشياء اللي أعجبتني كان في المسابقات الثقافية اللي كسرت الحواجز وعرفتنا على الشباب أكثر، بالإضافة إلى حفل السمر اللي خلانا نتعرف على مواهبنا ونحاول نطورها وننميها، وكانت في المسابقات الرياضية اللي زادت الحماس والتحدي بين الأسر. ما لاحظته في البرنامج وجود توزيع نسبي متناسب ما بين وحدات البرامج الإسرائيلية والبرامج المساندة والبرامج الترفيهية والاجتماعية. يوجد لدى البرنامج خطة واضحة لعملية التقويم الذاتي والتقويم التكويني. يوجد هناك توزيع متسق ومنتظم لتوزيع الطلاب على الأسر داخل البرامج وعلى توزيع الطلاب داخل المسارات العلمية. أحلى ثلاثة أسابيع عشتها في حياتي عشتها مع موهبة. كيف أصف شعوري وقد عشت في هذا المكان؟ فلقد كان البرنامج نقطة تحول في حياتي، وجدت أصدقاء أو بالأحرى إخوانا لم تلدهم أمي. شكرا إثراء. تطور الإنسان يتمثل في تجريب كل ما هو جديد. أدركنا أننا لن نستطيع التغيير للأفضل إلا إذا زادت ثقافتنا، فشكراً أقولها بصدق لكل من كانوا عوناً لنا. اختلفت الثقافات وتوحدت القلوب من قبل أن نثرى بالعلم وثرينا بالوفاء. شكراً إثراء. بالفعل كان إثراء علمياً ومعرفياً واجتماعياً، وحسبي أنا أقول أولئك إخواني فمن لي بمثلهم إذا جمعتنا في السنون المجاميع.